السلام عليكم طلاب، تحية طيبة لكم. أستاذ رافت رعد، مدرس اللغة الإنجليزية من قناة رافت رعد. اليوم إن شاء الله عندنا الدرس الثالث من اليونت السادس لنشاط اللغة الإنجليزية في الصف الأول ابتدائي. نفتح الكتاب على صفحة 50، نذهب للتمرين الأول اللي هو تريس. تريس مثل ما تعودنا معناها تتبع. عندنا كلمتين اللي هي مون ونت. المطلوب هو تتبع مثل ما تعودنا. تلميذ يلزم القلم ويبدأ بتتبع خطوط الأحرف حتى تتشكل عدة الكلمة. عندنا الكلمة الأولى اللي هي مون، نبدأ بتتبعها بهذه الطريقة. يكون كتابة حرف الأم بين خطين الوسط، والأو كذلك بين خطين الوسط بهذه الطريقة، والأو الآخر والأن. طبعا مون هي معناها قمر، ونت معناها شبكة. هاي الكلمات مأخذة من التلميذ هو بالصف. الكلمة الثانية اللي هي نت أيضا الآن يكون بهذه الطريقة، الإي بهذه الطريقة، والتي بهذه الطريقة. بعد ما يكتب هنا الطالب نقدر نطلب من عنده إنه يكتب لنا هذه الكلمتين 4 مرات، كل كلمة يكتبها 4 مرات بشكل عمودي أو بشكل أفقي حتى نتأكد إنه دا يكتبهن بشكل صحيح على الخطوط الأربعة. بعد ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو التمرين الثاني ترايس. أيضا عندنا حرف تكملة الأحرف الكبيرة، وصلنا للحرف جي. إذا رسم الجي يكون بهذه الطريقة، نصف دائرة من الجهة اليمين يكون وجهها بهذه الطريقة، ثم خط يكون هنا خط قصير أفقي ويتكون عندنا حرف الجي. إذا يكون رسمه بهذه الطريقة. طبعا الاغلب يكتبوه هيك عادي جدا، هو هذا صح بدون هاي الفارزة، على طبيعي جدا. الحرف اللي بعد اللي هو حرف اتش، كرسمه بهذه الطريقة، نرسم خط عمودي ثم خط افقي ثم خط عمودي، يتكون عندنا حرف الاتش، يكون رسمه بهذه الطريقة، يكون رسم حرف الاتش بهذه الطريقة. الحرف اللي بعده هو حرف اي، حرف الاي يكون رسمه بهذه الطريقة، خط عمودي ثم خط افقي وخط افقي اخر اسفل الخط العمودي، يكون عندنا حرف الاي، يكون رسمه بهذه الطريقة. طبعا للملاحظة اتمنى تنتبهون لهاي الاحرف، عندنا هذا الحرف ال كبير، رسم حرف ال الصغير يكون بهذه الطريقة بدون هذا الخط. وعندنا حرف الاي، طبعا ان شاء الله راح ناخذ الحرف الباقيات، عندنا حرف الاي الكبير يكون بهذه الطريقة. يعني لازم تفرقون بين هذا الحرف الكبير، حرف الاي الكبير، وحرف ال الصغير، بعض الطلاب يخلطون بيناتهم. حرف الاي الكبير يكون بخطين افقيات فوق وتحت، طبعا والاي الصغير يكون بهذه الطريقه. بس حبيت انبهكم على هذا الامر. ننتقل للحرف اللي بعد اللي هو حرف جي. حرف جي يكون رسم بهذه الطريقه، خط عمودي ثم يكون بالتفاف بهذه الطريقه، ثم خط افقي يتكون عندنا حرف جي، يكون رسمه بهذه الطريقه. اذا عندنا حرف اللي بعد اللي هو حرف كي، يكون رسم بهذه الطريقه، خط عمودي ثم كأنما رقم 2 بهذه الطريقة، يكون عندنا حرف الكي يكون رسم بهذه الطريقة. وعندنا حرف ال اللي هو يكون رسم بهذه الطريقة، خط عمودي ثم خط أفقي، يكون عندنا حرف ال، إذا يكون رسم بهذه الطريقة. بعدين ننتقل للصفحة اللي بعد اللي هي صفحة 51، الدرس الرابع من نشاط اللغة الإنجليزية للصف الأول ابتدائي. عندنا التمرين الأول اللي هو أيضا تريس تتبع. تريس معناها تتبع. إذا نكتب هذه الكلمتين اللي هي أورانج، نكتب حرف الأو بهذه الطريقة، حرف الآر صغير، وحرف الأي كذلك، حرف الآن، والجي، والإي، والبي، الآي، والزت ايضا زت مرة اخرى، ثم الاي. عندنا الكلمة الاولى هي اورنج معناها برتقالة، والبيزا معناها البيزا. طبعا قبل ما ننتقل للتمرين اللي بعده نقدر نطلب من الطلاب ايضا او التلميذ انه يكتب لنا هذه الكلمة 4 مرات او 3 مرات، وهذه الكلمة ايضا 4 مرات 3 مرات بالدفتر حتى نتأكد انه هو دا يكتبها بشكل صحيح على الخطوط الاربعة اللي موجودة بالدفتر. ننتقل للتمرين اللي بعد اللي هو تريس. ايضا عندنا تتبع. ايضا هذا التمرين يعلمنا كيف ترسم الاحرف الكبيرة. وصلنا للحرف ام، يكون رسم حرف الام بهذه الطريقة،
خط عمودي، ثم خط نبدأ من هذه النقطة فوق، ثم نكمل بهذه الطريقة، يكون رسمة بهذه الطريقة. إذن نقدر نرسمه بهذه الطريقة. الحرف اللي بعده اللي هو حرف N يكون رسم بهذه الطريقة، خط عمودي، ثم نكمل من النقطة العليا نزولين، ثم نرجع نصعد، يكون عندنا حرف N. إذا يكون رسمه بهذه الطريقة. عندنا حرف الـ O، يكون رسمه سهل جدا، هو دائرة، مجرد دائرة نرسمه. إذا يكون رسمه بهذه الطريقة. عندنا حرف الـ P، P أيضا يكون خط عمودي، ثم نصف دائرة من الجهة اليمين، يكون هذا الحرف. إذا يكون رسمه بهذه الطريقة. عندنا حرف الـ Q الكبير، حرف الكيو الكبير أيضا نرسم دائرة كاملة، ثم خط مائل، إذا يكون بهذه الطريقة، يكون رسمه دائرة ثم خط مائل. عندنا الحرف الأخير بهذا الدرس، عندنا حرف الأر، يكون خط عمودي، ثم نصف دائرة من الجهة اليمين، ثم خط مائل، يكون يتكون عندنا حرف الأر. احنا نقدر نرسمه بهذه الطريقة. طبعا اخذنا اليوم حرف الجي والاتش الاي جي كي ال والاحرف بالصفحة الاخرى. طبعا نطلب من الطالب بعد ما يكمل نهاية التمارين، نقدر نطلب من عنده انه يرسم لنا هذه الاحرف، مثلا كل حرف مقابل حرف صغير، مثلا عندنا حرف الجي يرسم لها بالدفتر هيجي، ثم نرسم الحرف الصغير مالته، ونطلب عنده انه يكتب لنا في 3 مرات 4 حتى نتأكد انه يدرب يعرف ايضا هذا الحرف الكبير وهذا الصغير. مثلا حرف الاتش كذلك، وعلى بقية الاحرف كذلك، ايضا هذه الاحرف نطلب من عنده يكتب لنا الاحرف الكبيرة والصغيرة، نكتب لها بالدفتر ايضا كلهن. مثلا نكتب حرف ام وبصف حرف ام الصغير، ونقول له ايضا بابا اكتب لناهن حتى نتأكد انه بدأ يكتبهن بشكل صحيح، وايضا يتعرف على الحرف الكبير والحرف الصغير. انتهى شرح هذا اليوم، اتمنى استفادتم من الفيديو. اذا استفدت اضغط على زر لايك او اعجاب تحت الفيديو حتى تشجعني، وشارك الفيديو مع اصدقائك حتى يستفادون من عنده ايضا. واذا كنت اول مره تشاهد قناه رأفت رعد، اتمنى تشترك بيها وتفعل جرس الاشعارات حتى يوصلك اي فيديو ينزل بالقناه. كان معكم استاذ رأفت رعد، التقي في فيديو جديد وشرح جديد، في امان الله.